دي واركن يا همام. اركن ايه؟ ايوه استنى هنا. هو احنا رايحين فين؟ انزل بس. انزل ايه يا وصال؟ انزل بس هفهمك كل حاجه. انزل بس. طب انزل. مش هفهم رايحين فين؟ والنبي لا تنزل. انزل. اجمل عياده في منطقتكم كلها، ايه رايك بقى؟ رايي في هنا مش فاهم حاجه. مش انت كنت عاوز تعرف قراري؟ انا مقدرش استغنى عنك، مقدرش اعيش من غيرك، هو ده قراري. ايوه وصل، بس في حاجه. انا عارفه انت تقصد ايه، بس انا هسالك سؤال واحد محدد بس ترد عليا بصراحه. اتفضلي اسالي. لو انت كانت ظروفك الماديه كويسه، مش كنت هتشتري لي احسن شقه، تفرش لي احسن فرش، كنت هتجيب لي عربيه، كنت هتجيب لي اغلى شبكه، كان ممكن كمان تفتح لي مكتب هندسي، صح؟ دي مش عايزه سؤال. يعني لو انت كل ظروفك الماديه اتحلت ممكن نتجوز؟ اكيد طبعا. طيب انا حليت لك كل ظروفك الماديه خلاص. نعم. حليت لي كل ظروفي الماديه ازاي؟ امال انت كنت فاكر الحاجات اللي كنت بوريها لك دي كنت بوريها لك ليه؟ يعني اوضه النوم اللي فرجتك عليها وعجبتك، وفستان الفرح اللي عجبك، وكل الحاجات اللي كنا بنشوفها سوا دي كنا بنشوفها سوا ليه؟ انا مش قادر استوعب. خلاص الشقه جاهزه والعروسه جاهزه، انا كمان اشتريت لك الشبكه، والاسبوع الجاي هجيب لك عربيه، والعياده موجوده، يعني مش فاضل غير تحديد ميعاد الفرح زي بعضه. حددوا انت بقى بمعرفتك. حددوا انا بمعرفتي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت اكيد اتجننتي. انا اتجننت؟ انت طول الوقت اللي فات ده كنت عماله تجهزي للفرح، بتفرجيلي على الحاجات عشان تشتريها، انا داير وراكي زي المغفل، طور سحباه وراكي بحب. ايه التشبيهات الوحشه دي؟ انا كان قصدي اعملها لك مفاجاه بس. مفاجاه؟ اللي يعمل مفاجاه لحد يستغفله؟ انا يا رب استغفلك. اخبر يكون بقيت ثلاث ست وانت الراجل بتجهزيني من مجاميع حضرتك، شقه وجبتيها وتفرشيها، والشبكه كمان تجيبيها بالمره، ومفيش ما يمنع تجيبي لي عياده وتفتحيها لي. مش مطلوب من البيت جوزك غير انه يجي البيت بشنطه هدومه وبس. انت ليه بتكلمني بالطريقه دي؟ انا بعتبر ان خلاص مفيش في فرق بيننا. لا في فرق، وفرق كبير كمان، ان انا الراجل وانت الست. الراجل هو اللي بيدفع، هو اللي بيصرف وبيحاسب عشان يحس برجولته في البيت اللي هيبقى بيته، وعشان يحس بكيانه وقيمته مع الست اللي هتبقى مراته. ايوه يا رياض، بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي الناس بقت عادي. يعني تبقى مصيبه لو كنت بتفكري بالشكل ده، تبقى كارثه لما يبقى مفيش فرق ما بين الراجل والست، لما يتبدل الادوار والاماكن تبقى كارثه يا هاني. مش بعيد بقى بعد الفروق دي ما تدوب يجي وقت الراجل يقعد في البيت يربي العيال، والهاني مراته تنزل تشع وتشتغل وتكسب فلوس عشان تصرف على بيت جوزها وعياله. انا مش فاهمه، يعني انت بتزعق لي؟ يعني انت تقصد ايه يعني دلوقتي؟ ما تعيطيش، ما بقاش في مجال للتفاهم بينا، بقى الوقت متاخر جدا يا هاني. انت حضرتك اعتبرتيني شيء ممكن تشتريه، زيه زي العفش، زي الشبكة، زي فستان الفرح. انا كنت مش عارفة اتكلم. اسمعي لما اقولك، انا كنت واضح معاك من البداية، وكنت امين وصريح معاك وما خبيتش عليك حاجة، قلتلك على كل ظروفي، بس انت اللي ما كنتش عايزة تفهمي. انا كنت متصورة ان احنا يعني هنقدر نتفاهم احسن من كده. مش انت اول ما تعرفنا على بعض، مش انت قلتلي ان انا انبل انسانه شفتها في حياتك؟ وهو النبل يبقى بالشكل ده؟ انا طول الوقت عماله تفاجئني بتصرفات انا مش مستوعبها، زي الدبله اللي انت جبتها لي وقلتلي ان انا خطبتك. دلوقتي بس انا ابتديت افهم. انت شايفني وحش؟ أنا آسف يا وصال. دبلتك إيه؟ مش عزومة على غدا ولا على عشا ممكن أقبلها؟ أنا ما عملتش حاجة وحشة. أنا آسف يا هانم، ما أقدرش أقبل عزومتك على جواز مدفوع التكاليف مؤتمن.